موبيليس الشركة التكنولوجي والراعي الذهبي للطابعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، سعد الله صباحكم. إذا نسبة رطوبة عالية متواصلة على الواجهة الساحلية، تقريبا على طول الشريط الساحلي فاقت 80% خاصة على الواجهة الغربية، لتصبح الأجواء مغشاة إذا تقريبا على كافة السواحل، لكن سحب ركامية رعدية دائما ستخص المرتفعات الداخلية خاصة منطقة الأوراس، احتمال بعض الزخات من المطر تحت وقع الرعود. أجواء مغشاة كذلك من شمال الصحراء نحو الصحراء الوسطى، مرفوقة برعود منعزلة أواخر النهار على منطقتي الأهجار والتاسيلي أقصى الجنوب، كذلك منطقة تندوف مع زوابع رملية ستنشط على شمال الصحراء. درجات الحركة ما قلت تبقى فصلية مع نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية لتقارب 33 درجة، لكن تبقى دائما مرتفعة على المناطق الشرقية على السواحل وحتى المرتفعات لتقارب 42 درجة، أحيانا تتعدى 45 درجة على كل من مسيلة وغرب ولاية باتنا. كذلك طقس حار، موجة حار ستجتاح دائما مناطق الجنوب الشرقي على كل من ورقلة كذلك بسكرة المغير وتوكوت أقول لتقارب 49 درجة تحت الظل، 47 درجة على الصحراء الوسطى، نفس المقياس على أقصى الجنوب، لن تتعدى 38 درجة على ولاية طمنر أسد. أما للملاحة والصيد البحري لنهار اليوم، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر هادئ جميل على الواجهة الغربية حتى على المناطق الساحلية الوسطى، هنا رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات، بينما بحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الشرقية، هنا رياح ضمن تيارات غربية شمالية غربية معتدلة تصل غير 40 كيلومتر في الساعة. أما عند درجة حرارة مياه البحر تقريبا على طول الشريط الساحلي تتراوح ما بين 23 درجة إلى 24 درجة مئوية. عن الأيام القليلة القادمة ابتداء من يوم الغد وإلى غاية يوم الخميس، إذن الأربعاء والخميس في انتظار الصورة، نفس الوضعية الجوية، فالأجواء تبقى صحوة على الواجهة الساحلية، إذن نسبة رطوبة عالية على المناطق الساحلية الغربية والوسطى، أمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله ستخص تقريبا المرتفعات والهضاب، بعض الأمطار غير مستبعدة على مناطق الجنوب الغربي، هنا تحت تأثير أقول تيارات جنوبية غربية رطبة، إذن ننتظر سحب سفلى ستخص تقريبا مناطق الجنوب الغربي. درجة الحرارة دائما تبقى مرتفعة على الواجهة الشرقية لكن فصلية على المناطق الساحلية الغربية، مرتفعة دائما على الجنوب خاصة على مناطق الجنوب الشرقي الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب. خلال يومي الأربعاء كذلك يوم الخميس نفس الأجواء، إذا دائما نسبة رطوبة عالية ستخص تقريبا كافة السواحل خاصة السواحل الوسطى والغربية، أمطار على فترات تحت وقع رعود خلال أواخر النهار ستخص المرتفعات والهضاب، أجواء مشمسة على الجنوب، تطاير للرمال سيخص كل من الصحراء الوسطى وشمال الصحراء، درجات الحرارة دائما في استقرار، ننتظر مقاييس ما بين 28 لغاية 36 درجة على الواجهة الغربية، لكن ما بين 38 درجة إلى غاية 44 درجة وهذا على المناطق الوسطى والشرقية، على شمال الصحراء تتراوح ما بين 34 إلى غاية 40 درجة، بينما على الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي إلى غاية أقصى الجنوب ومناطق الجنوب الغربي تتراوح ما بين 42 درجة إلى غاية 47 درجة. أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 8:09، وهذا التوقيت يناسب العاصمة ومجاورها من مدن، ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، لنا عودة لتذكير ثاني عن أحوال الطقس بعد لحظات والعودة لحياة بعد الفاصل.